أنه قد يصل بالإنسان للموت. فقد أشارت الدراسات الحديثة أن بذور التفاح يجب التخلي عنها وإلقائها في القمامة بسرعة وعدم الاستهانة بها وأكلها، وذلك لاحتواء بذور التفاح على مادة السيانيد، وهذه المادة تعتبر مادة سامة مرة الطعم وقاتلة وشديدة الخطورة. وتؤكد الدراسات أن 5 بذور من التفاح تحتوي على مادة السيانيد كفيلة بإنهاء حياة طفل صغير. ومن لطف الله أن بذور التفاح مرة الطعم محاطة بقشرة بنية كفيلة بحماية من يقوم بعملية بلع لها من مخاطر سمومها، لكن عملية هضمها تشكل خطورة شديدة على حياة الفرد. لذا احذروا من وضع التفاح في الخلاط لتكوين عصير التفاح وهو يحتوي على بذوره، لأنك في هذه الحالة ستقوم بخلط سموم البذور وتدخلها لجسدك لتذهب بصحتك إلى الهلاك. ودائما كن على يقين أن درهم وقاية خير من 1000 علاج.